أهلا بكم إلى نشرة الثالثة نستهلها بالعناوين. الرئاسة تدين موجة الاستيطان الجديدة وتؤكد أنها غير شرعية وإلى زوال. تواصل الاعتصام المفتوح في الخان الأحمر والمواطنون في المحافظات الجنوبية يستعدون للمشاركة في المسيرات السلمية. الأسرى يعانون من الإهمال الطبي ونقص الأغطية في ظل البرد القارس. أهلا بكم إلى التفاصيل. أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل بوردينة الموجة الاستيطانية الإسرائيلية الجديدة التي كان آخرها المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية. وقال بوردينة إن الاستيطان غير شرعي حسب قرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن 2334. وأكد أن الاستيطان سوف يزول في جميع الأرض الفلسطينية المحتلة كما أزيلت مستوطنات غزة. وأضاف بوردينة كذلك أن إصرار إسرائيل على الاستمرار في سياساتها الاستيطانية تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تتجاهل كليا إرادة المجتمع الدولي وتضرب بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية ما يتطلب تدخلا دوليا فوريا لتوفير الحماية لأبناء شعبنا. وشدد على أن شعبنا وقيادته برئاسة السيد الرئيس محمود عباس صامدون متمسكون بأرضهم وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 67. تبنى البرلمان الدنماركي وبموافقة أغلبية أعضائه قرارا مناهضا للاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، إذ حظي القرار على تأييد 81 نائبا مقابل 22 آخرين رفضوه. ونص القرار على استثناء المستوطنات من كل اتفاق مباشر ثنائي مع إسرائيل وتعزيز الخطوط الحكومية الموجهة ضد استثمار جهات رسمية وشخصية في المستوطنات. وأكد البرلمان الدنماركي كذلك على أن المستوطنات تنتهك القانون الدولي وأن على دول العالم التمييز بين إسرائيل والمستوطنات فضلا عن السياسة الرسمية للاتحاد الأوروبي في جميع الاتفاقات متعددة الأطراف. وكان الاتحاد الأوروبي أدان بشدة موافقة سلطات الاحتلال على بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية. وقالت المتحدثة باسم المنسقة الأوروبية للشؤون الخارجية فيدريكا موغيريني إن أي نشاط استيطاني في المنطقة يعد وفقا للقانون الدولي أمرا غير شرعي ويقوض خطط حل الدولتين كما يقوض أي رؤية للسلام طويلة الأمد. وكان مجلس الأمن طالب إسرائيل مرة عدة بالتوقف الكلي عن عمليات الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. في تتويج للنجاح الدبلوماسية الفلسطينية في فتح سياسات الاحتلال وخنقه في المحافل الدولية، أظهرت إحصائية صادرة عن الأمم المتحدة أن المنظمة الأممية صوتت على إدانة إسرائيل في 21 ملفا من أصل 27 ناقشتها العام الجاري. وسيد صبيح والتفاصيل. ما أظهرته إحصائية الأمم المتحدة عن حصادها للعام 2018 كشف تفوق الدبلوماسية الفلسطينية في ذلك المحفل الأممي مقابل خسارة دبلوماسية تل أبيب في تلك المنازلة المفتوحة. ففي وقت يستمر فيه الاحتلال بسياسته العنصرية والاستيطانية ضد شعبنا ضاربا بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية، أظهرت بيانات الأمم المتحدة أنها صوتت على 27 إدانة خلال العام الجاري، 21 منها كانت ضد إسرائيل وممارستها الغاشية في أرضنا. إذن هكذا انتصرت القيادة الفلسطينية والتي تضيف الإنجاز على الإنجاز وتحاصر الاحتلال في الساحات العالمية وتتقدم بإنجازاتها السياسية والدبلوماسية والتاريخية،
مؤكدة على حق شعبنا في الحرية ونيل استقلاله. إسرائيل التي كانت على الدوام تتغذى من الدعم الأمريكي لم تحصد هذا العام إلا الخيبات داخل المحافل الدولية، فرغم أن أمريكا حملت على عاتقها تمرير قرارات ضد شعبنا كان آخرها مشروع قرار إدانة حقه في المقاومة، إلا أن القيادة بحكمتها استنفرت كل الجهود وأسقطت مشروع القرار. وسيد صبيح، تلفزيون فلسطين. أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التزامه بتسهيل إجراء الانتخابات التشريعية وتوفير المتطلبات اللازمة لذلك بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية فور إعلان السيد الرئيس محمود عباس عن تحديد موعدها. وفي شأن آخر، قرر المجلس وقف استيراد الخضار والفواكه والدواجن من إسرائيل ردا على قرار الأخير منع استيراد الخضار والفواكه من الضفة. تقرير أكرم فروخ. مؤكدا التزام الحكومة بتسهيل إجراء الانتخابات التشريعية وتوفير المتطلبات اللازمة لإجرائها بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية فور إعلان سيادة الرئيس عن تحديد موعدها، استهل مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية معربا عن أمله في أن تكون الانتخابات مدخلا لتعزيز المساعي الرامية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وعودة شعبنا إلى ممارسة العملية الديمقراطية كضرورة وطنية، مشددا على الدور الأساسي الذي يقوم به المجلس التشريعي وحقه الأصيل في التشريع ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية كخطوات أساسية لبناء المجتمع الديمقراطي وممارسة السيادة فوق الأرض الفلسطينية. أكد مجلس الوزراء على جهوزية الحكومة التامة لتوفير المتطلبات اللازمة لإجراء الانتخابات التشريعية وذلك فور إعلان فخامة الرئيس عن تحديد موعد لها، وأعرب مجلس الوزراء عن تمنياته بأن تكون تلك الانتخابات أو أن تشكل تلك الانتخابات دافعا لاستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام. وفي سياق متصل استنكر مجلس الوزراء بأشد العبارات الأصوات التي انطلقت باسم حركة حماس وعقبت على تصريحات دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، والتي دعا فيها إلى المضي في التمسك باستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام. على صعيد آخر وتماشيا مع مبدأ حماية المنتج المحلي وحماية المزارع الفلسطيني وتحقيقا لسياسة الحكومة بدعم صمود المزارع واتخاذ الجانب الإسرائيلي قرارا أحاديا لمنع دخول الخضار والفواكه الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية، قرر المجلس منع دخول جميع أنواع الخضار والفواكه والدواجن إلى الأسواق الفلسطينية، مهيبا بجمهور المواطنين والتجار العمل على التعاون من أجل إنجاح هذا القرار وحماية المنتج والاقتصاد الوطني. قرر مجلس الوزراء مقاطعة الخضار والفواكه والدواجن الإسرائيلية، وذلك ردا على المقاطعة التي فرضتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الخضار والفواكه الفلسطينية. وأهاب مجلس الوزراء بالتجار والمواطنين لتنفيذ هذا القرار بصفته قرارا وطنيا يتصل بالمصلحة العليا والمصلحة الوطنية لأبناء شعبنا، ويشكل ردا بما يليق ويتفق على العجرفة الاحتلالية الإسرائيلية. إلى ذلك حمل المجلس حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن نتائج وتبعات التصعيد الخطير والاعتداءات التي تقوم بها ضد أبناء شعبنا في مختلف المناطق، والتي تشمل الإعدامات الميدانية والاعتقالات وهدم البيوت والتطهير العرقي والاستيلاء على الأراضي وتكثيف الاستيطان الاستعماري وخنق مدينة القدس وحصارها في المجالات كافة، واستمرار حصار قطاع غزة والجرائم التي ترتكبها ضد مسيرات العودة في القطاع، إضافة إلى الجرائم المرتكبة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال. أكرم فروخ، تلفزيون فلسطين. يتواصل الاعتصام المفتوح والفعاليات المساندة لأهالي قرية الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة رفضا لهدمها وتهجير قاطنيها. وأدى المواطنون ومختلف الفعاليات صلاة الجمعة على أراضي الخان تضامنا مع سكانها ورفضا لمخططات وإجراءات الاحتلال القاضية بهدمها.
إلى ذلك يستعد المواطنون في المحافظات الجنوبية للمشاركة في المسيرات السلمية على طول السياج الفاصل شرقي قطاع غزة. وتأتي هذه المسيرات تأكيدا على استمرار الفعاليات السلمية ضد السياسة الأمريكية والإسرائيلية ورفضا لصفقة القرن التي تهدف إلى طمس حقوقنا المشروعة. ولمزيد من المتابعة الميدانية تنضم إلينا مباشرة من غزة مراسلتنا سالي السكني. سالي، ضعينا في صورة التطورات الميدانية من عندك. نعم، أهلا بك ضحى وبالسادة المشاهدين. يعني في هذه اللحظات يستعد المواطنون وبدأوا بالفعل الاحتشاد والانطلاق ضمن الجمعة الأربعين لمسيرات العودة الكبرى والتي أطلق عليه. يبدو أن الاتصال قد انقطع مع الزميلة سالي السكني، سوف نعود إليها بعد قليل. إذن يبدو أن سالي معنا في هذه اللحظات. سالي، هل تسمعينني الآن؟ نعم ضحى. طيب سالي، كنت تتحدثي يعني عن التطورات الميدانية الآن في قطاع غزة، يعني مع انطلاق الجمعة الأربعين، جمعة يعني الفعاليات السلمية الاحتجاجية التي نشهدها أسبوعيا منذ 30 آذار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة. نعم ضحى، يعني في هذه اللحظات ينطلق المتظاهرون المواطنون في المحافظات الجنوبية على كامل الشريط الحدودي الشرقي الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة في الجمعة الأربعين لمسيرات العودة الكبرى والتي أطلقت عليها اللجنة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار اسم لن نساوم على حقنا في العيش بكرامة. تأتي هذه المسيرة أو بدأت فعاليات هذه المسيرة بالانطلاق عقب صلاة عصر هذا اليوم يوم الجمعة. هناك المتظاهرون خرجوا بالمئات رغم برودة الطقس وسوء الأحوال الجوية ودخول المنخفض الجوي وبشدة في هذه اللحظات، إلا أن المواطنون أصروا على الخروج في هذه الجمعة للإصرار والمناداة بالحق المقدس الذي انطلق المتظاهرون من أجله منذ بداية مسيرات العودة الكبرى وحتى هذه اللحظة، حق العودة المقدس. هذه الجمعة تعد الجمعة اليتيمة من العام 2018. يختتم المتظاهرون العام 2018 بهذه الجمعة، الجمعة الأربعين، ما يعادل 9 أشهر وما يزيد عن 270 يوما على مسيرات العودة الكبرى التي انطلقت في 30 آذار الماضي. في هذه اللحظة هناك احتشاد ملحوظ من قبل المواطنين هنا حيث أتواجد الآن شرق مدينة غزة. انطلق أيضا المتظاهرون على كامل الشريط الشرقي الفاصل باستثناء المنطقة الشمالية حيث موقع أبو صفية، نظرا لبرودة الأجواء وأيضا نظرا لوعورة الطريق وغزارة السيول وصعوبة الوصول إلى تلك المناطق. في هذه اللحظات أيضا نشاهد تحرك نشط لسيارات الإسعاف والطواقم الصحفية العاملة في الميدان رغم صعوبة الأجواء. أيضا نشاهد أيضا التعزيزات العسكرية الإسرائيلية المكثفة والتي نلاحظها من هذه النقطة حيث حركة نشطة للجبات والآليات العسكرية الإسرائيلية وكذلك أبراج المراقبة العسكرية حيث القناصة الإسرائيلية التي اقتنصت أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى منذ بداية مسيرات العودة الكبرى. تحدثت وزارة الصحة قبل أيام، لم تكن الإحصائية الختامية لهذا العام ولكن حتى الجمعة الماضية بلغ أعداد شهداء مسيرات العودة ما يقارب 270 شهيدا، أما عن عدد الإصابات فقد تجاوزت 2300 إصابة حتى هذه اللحظة. حتى هذه اللحظة لم تسجل أي إصابات شرق مدينة غزة وشرق قطاع غزة على كامل الشريط الفاصل، ولكن هناك إطلاق نار ما بين الفينة والأخرى من قبل قوات الاحتلال وأيضا إطلاق قنابل الغاز بكثافة صوب المتظاهرين لتفرقتهم، ولكنهم لا زالوا مصرين على البقاء والاحتشاد وإيصال رسالتهم إلى العالم كله في هذه الجمعة في ختام العام 2018. نعم، مسيرات العودة لا زالت مستمرة. شكرا. حتى تحقيق أدنى الحقوق الفلسطينية المشروعة وعلى رأسها حق العودة للاجئين الفلسطينيين. نعم سالي السكني مراسلتنا من غزة، شكرا جزيلا لك حتى هذه اللحظة.
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن إدارة معتقل عصيون الاحتلالي تصاعد من انتهاكاتها بحق الأسرى ما يفاقم من معاناتهم في ظل ظروفهم الاعتقالية السيئة. وأضافت الهيئة أن الأسرى في معتقل عصيون اشتكوا من الظروف الصعبة التي يعانون منها، إضافة إلى الاعتداء والتنكيل الذي يتعرضون له أثناء اعتقالهم وتحقيق معهم. كما اشتكى الأسرى كذلك من رفض إدارة السجون تزويدهم بالأغطية في ظل أجواء البرد القارس، مطالبين المؤسسات الحقوقية الدولية بالعمل على زيارتهم والاطلاع على معاناتهم والتدخل لإنقاذ حياتهم في ظل ما يتعرضون له من ممارسات عنصرية. مع نهاية ولايتها الحالية، سجلت الكنيسة الإسرائيلية 20 الرقم القياسي بسن القوانين العنصرية القمعية ضد الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر. سلام مشرقي والتفاصيل. منذ بدء ولايتها في آذار عام 2015 حتى يوم التصويت على فضها، اتخذت الحكومة الإسرائيلية الحالية شرعنة القوانين العنصرية عنوانا عريضا وخطا سارت عليها، حتى سجلت الرقم القياسي ما بين كافة الحكومات السابقة بسن وتشريع القوانين القمعية. يمكن القول أن الكنيسة العنصرية الأخيرة امتازت بثلاث أصناف من القوانين، قوانين عنصرية وغير ديمقراطية تجاه المواطنين في إسرائيل وتحديدا تجاه المواطنين العرب الفلسطينيين. هناك أيضا قوانين الضم التي عمليا تمهد لضم المستوطنات الإسرائيلية إلى إسرائيل، وثالثا قوانين انتقامية تستهدف الشعب الفلسطيني وتتنكر لحقوقه الوطنية التاريخية. على مدار نحو 4 سنوات عملت الحكومة على اقتراح القوانين العنصرية والتصويت لسنها، ونجحت بأغلبيتها اليمينية بتمرير أخطر القوانين ضد الفلسطينيين في تاريخ الكنيسة، وعلى رأسها قانون القومية الذي ضم تشريعات عدة تهدف إلى إلغاء الهوية العربية، بالإضافة إلى زمرة واسعة من التشريعات استهدفت الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر. الحكومة الحالية سنت القوانين التي تمس بالفلسطينيين في الداخل، مثل قانون القومية، قانون الولاء في الثقافة الإسرائيلية، قوانين أيضا ما يسمى تسمي إسرائيل بالإرهاب، أو يمنع الحصول السجين الأمني على ثلث المدة، وأيضا قوانين في الضفة الغربية مثل تسوية الأراضي، الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الخاصة لتبييض المستوطنات، أي أيضا طرد العائلات الفلسطينية وقوانين أخرى. من ما يسمى قانون الولاء بالثقافة حتى ما يسمى قانون دولة القومية، مرورا بتشريع توسيع المستوطنات حتى تهجير عائلات منفذي العمليات ومعاقبة من يحيي ذكرى النكبة، نبذة من سلسلة قوانين وصلت ذروتها بهذه الدورة، وأكدت أن الشارع والحكومة الإسرائيلية على حد سواء متخذين اليمين المتطرف سياسة رسمية تتوج ممارساتها بقمع الفلسطينيين والتمييز ضدهم. التشريع لقوانين القمع والعنصرية عنوان عريض اتخذته دورة الكنيسة لتعبر بالحكومات الإسرائيلية من مرحلة إلى أخرى فيها القمع مشرع والعنصرية مظللة تحت غطاء القانون. من مدينة الناصرة، سلام مشرقي، تلفزيون فلسطين. في إطار حرص السيد الرئيس محمود عباس على الحفاظ على الأماكن الدينية والتاريخية، أوعز سيادته للجان المختصة بتوسيع وترميم دير مار شربل في مدينة بيت لحم، كما ودشن شارع الدير باسم القديس شربل. تقرير حياة حمدان. ضمن جهود السيد الرئيس محمود عباس المتواصلة لتعزيز صمود المواطنين، دعم سيادته ترميم وتوسعة دير مار شربل في مدينة بيت لحم، بعد أن زارها في احتفالات عيد الميلاد المجيد لهذا العام، وهي أول كنيسة مارونية في المدينة، تأسست عام 1980. دير مار شربل في بيت لحم هو من الأديرة والكنائس النشطة بالفترة الأخيرة، والسيد الرئيس يعطي اهتمام كبير
لكل الكنائس ولكل الأديرة في بيت لحم، أسوة بالمساجد وأسوة أيضا بكل المؤسسات، حتى ينعم الجميع بالعدالة والمساواة وكذلك بالأجواء الإيمانية التي أرادها الله سبحانه وتعالى لشعبنا الفلسطيني كأرض للرسالات والديانات. لم تكن الرهبنة المارونية اللبنانية بعيدة عن فلسطين، فقد وصلت أولى إرسالياتها إلى عكا عام 1736 ثم إلى الناصرة ويافا، كما واستقبلت في ديرها بلبنان عام 1948 المعروف بموار يوسف البرج، استقبلت المهجرين الفلسطينيين إثر النكبة لتعتني بهم وتقدم لهم كافة الخدمات، ويطلق عليه الآن اسم مخيم الضبية الذي يضم 4000 لاجئ. ومحبتنا لفلسطين الحبيبة طلبوا المسؤولين الفلسطينيين من الرئيس العام سنة 1980 اللي كان وقتها الأباتي بولس نعمين أنه نبني أو نفتتح دير بمدينة السلام مدينة بيت لحم. وقتها كان في مقولة مشهورة عند إخواننا الفلسطينيين، كانوا يقولوا لو في رهبنة فلسطينية بفلسطين زي الرهبنية اللبنانية المارونية بلبنان ما كناش تهجرنا، لأنه كانوا بيعرفوا منيح شو صاير وكيف كانت العلاقة بين اللبنانية والفلسطينيين. بعد 120 عاما من وفاة القديس شربل ابن الرهبنة اللبنانية المارونية، يكرم الآن بتدشين شارع الدير باسمه في إطار تعزيز التعددية الموجودة في فلسطين. دشن سيادة الرئيس محمود عباس الشارع سماه شارع القديس شربل، وبهالفترة هيدي من لقائي معه بتاريخ 4/10/2018 طلبت منه نوسع الكنيسة، طلب انه نشتري ارض، وفعلا تم استملاك قطعة الارض اللي جنبنا اللي مساحتها حوالي الدنم تقريبا، ووقع المرسوم سيادة الرئيس، وان شاء الله قريبا بنبلش بالبناء، لأنه سيادة الرئيس وعدنا خلال زيارته بال 24/12 للدير وقال نحن ندعمكم وندعمكم وندعمكم لأنه أنتم أهلنا وأنتم أحبابنا، أنتم مش ضيوف عنا، أنتم أهلنا. الشكر الكبير لكل الشعب الفلسطيني خصوصي لقيادته الحكيمة سيادة الرئيس محمود عباس، ربنا يطول بعمره. تعتبر الطائفة المارونية بالأساس سريانا وامتدادا للموارنة في فلسطين، وترميمها يهدف لجعلها مكانا جديدا للعبادة والتقرب من الله في الصلوات والقداديس التي تتم بها. من كل الطوائف المسيحية والإسلامية يأتون إلى زيارة دير مار شربل في بيت لحم، يستقبلون بحفاوة ترحيب وتقدم لهم الهدايا التذكارية الخاصة بالقديس شربل، ليشكل هذا الدير نموذجا في الأخوة الدينية والتشابك الوطني. لتلفزيون فلسطين حياة حمدان، بيت لحم. في ظل الهجمة الأخيرة على وكالة الأونروا وتهميش حقوق اللاجئين الفلسطينيين، نظم المكتب التنفيذي للاجئين ورشة عمل بعنوان ثوابتنا وحق عودتنا تجمعنا. المزيد مع نادين الشاعر. ردا على محاولات لجم وكالة الأونروا الأخيرة وتهميش حقوق اللاجئين الفلسطينيين، أقام المكتب التنفيذي للجان الشعبية للاجئين ورشة عمل باسم ثوابتنا وحق عودتنا تجمعنا. دورنا كمكتب تنفيذي للاجئين طبعا وبتوجيهات من كافة أعضاء المكتب التنفيذي ورئيس المكتب التنفيذي للاجئين وأيضا من دائرة شؤون اللاجئين، بأن يكون هناك تشكيل نواة من هؤلاء الشباب في داخل مخيمات اللاجئين والمدن لكي تحمل هذه المطالب وتتوجه بها إلى كافة الجهات المعنية لتنفيذ هذه المطالب. يجب لفت الاهتمام والنظر إلى هذه الشريحة الهامة حتى لا نكون في المستقبل في كارثة جراء عدم الانتباه لهذه الشريحة الهامة. تشكيلا لرؤية واضحة لمستقبلهم، شارك عدد من الشباب اللاجئين في ورشة العمل التي أقيمت في مدينة رام الله لتكون منصة يطلقون منها نشاطهم تجاه مخيماتهم. المخيمات بشكل عام واللاجئين مقصيين من كل الجهات، يعني بتحكي على مثلا من المجتمع انه في صور نمطيه عن المخيمجيه انه زعران وكذا وهيك، بس في الواقع في قصص نجاح، وإحنا بدنا نحاول نطلع من الصور النمطية هاي ونكسرها ونورجي ونلاقي حلول إلنا، لأنه إحنا في واقع مهمش، إحنا واقع المعاناة.
وكالنار في الهشيم تتفاقم معاناة اللاجئين الفلسطينيين في مخيماتهم يوميا، إلا أن من هم أكبر التعداد المتضرر منها يصرون على تغيير هذا الواقع. فأنا موجود لأثبت وجودي كمان وأخدم المجتمع اللي أنا عايش فيه وأخدم أبناء اللاجئين وأصعد بجيل الوراية بجيل واعي لقضية الفلسطينية ولقضية اللاجئين وبإشي يخدم أبناء اللاجئين بالمدينة وبالمخيمات، لأنه صراحة خاصة اللاجئين اللي بالمدينة بواجهوا تهميش كبير من المؤسسات بشكل كبير جدا. وهكذا يصر أبناء شعبنا في المخيمات على التشبث بحقوقهم الوطنية التي لا تسقط بالتقادم ولن ينهيها قرار ترامب وغيره من إدارات تآمرت على قضيتنا ولم تعد في عداد التاريخ. حق عودتنا يجمعنا عنوان لا ينبع فقط من حق تاريخي لأبناء شعبنا الفلسطيني، بل من حس مشترك يؤجج مشاعر الانتماء لهذه الأرض. وبأيادي هؤلاء الشباب المسير نحو العودة مستمر لليوم وغدا. من مدينة رام الله، نادين الشاعر. وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الاقتصادية في المحافظات الجنوبية، تضطر المواطنة فيروز الأعرج إلى جمع بقايا الخبز وبيعها لتوفير مصدر رزق لعائلتها. التفاصيل مع صفاء الهبيل. بشكل يومي تسير فيروز حاملة ما جاد به الزمن من الفتات في أزقة المعسكر الغربي لمحافظة خان يونس، فقد أجبرت على العيش في حي يخلو من مظاهر الحياة لتصارع لأجل البقاء من بقايا الخبز. ابن الصغير طبعا بقرأ في صف أول، شايف الأولاد الصغار بيلموا وسائلهم، قال لهم ليش؟ قال والله بيلموا بنبيعه بنص شيكل. صار الولد يلم من المدرسة، صار البنات يقول لي يما ليش بلم؟ قلت يما بلم بده مش عارف ليش يا صقر بتلم؟ قال يما بينباع بنص شيكل. يما اول مره لم لي شويه وثاني مره شويه جمع صار يبيعوا بنات الاربعه برضه صار يساعدهم يبيعني بشيكل بشكلين انبسط. ايه من شيكل وشكلين حسيت ان كان هنا ايش 2 مليون انبسط عليه. وعلى حبل الغسيل تنشره عوضا عن تجفيف الملابس التي تفتقرها خزانات بيتهم المتهالك، تمهيدا لبيعه بثمن بخس عله يضمن قوت يوم لعائلتها. في فترة اني ما اشوف وانا نشف على الاخر حطب زي هذا قرقش اللي اقدر ابيعه بانزله وبرجع تاني بجدد الاخضر انشفه على الهواية. بعد هيك بحطه بفرده زي هيك وين ما شفته نشف بعبي منه اكياس طحين بناخذهن على سوق الاربع. بلاقون التجار بياخذوا مني، بياخذوا الكيس ب 10 شيكل ب 15 شيكل على حسب بياخذوا مني، بنبيعه بتجيب لهم فيه اللي فيه نصيب خضره اكل بنجيبه فيه. اما بياخذوا مني للبط، بياخذوا للدواب مني، في للحمام. لن يختلف اثنان على انه ليس بالخبز وحده يحيا الانسان، شرط ان يكون صالحا للاستخدام ليصلح للحياه. فهناك خبز لا يؤكل، خبز فاسد، خبز جاف، خبز يجلب لقمة العيش في زمن عز فيه العيش بكرامة. فاستنادا لآخر الإحصاءات المتعلقة بنسبة الفقر والمعوزين ومستوى البطالة في القطاع، فقد تجاوزت المعدلات العالمية، وسط توقعات الخبراء أن يشهد العام القادم ارتفاعا متزايدا في أعداد العائلات الفقيرة جدا. معدل الفقر في 2018 مقارنة بعام 2017 لابد أن يزيد، وحيث أنه لا يوجد من جهاز مركز الإحصاء يعني معدلات لذلك، وإن نشرت ستنشر العام القادم. أتوقع أن يزيد معدل الفقر وهو ملازم للبطالة بنسبة 5% على الأقل، أي 58% بمعيار الاستهلاك و 75% بمعيار الدخل. مؤشرات خطيرة لواقع القطاع الذي يشهد نموا في المعدل السكاني بنسبة أكبر من معدل النمو الاقتصادي المرهون نهوضه بالوحدة الوطنية وإنهاء المتنفذين لانقسامهم وتمكين الحكومة لبدء دورة اقتصادية لإنعاشه. صفاء الهبيل، تلفزيون فلسطين، غزة. بعد 7 سنوات على الحرب الداخلية السورية، بدأت مدينة حلب القديمة تتعافى وافتتحت مؤخرا أبوابها أمام زوار والسائحين للتمتع بمعالمها التاريخية. المزيد مع نهر جمهور.
مدينة حلب القديمة بدأت تتعافى من جديد بعد 7 سنوات من الحرب. مؤخرا فتحت المدينة أبوابها أمام الزوار للتمتع بأبرز معالمها التاريخية بعد عمليات ترميم استمرت 2 عاما. قلعة حلب الواقعة في قلب المدينة القديمة فتحت أبوابها لاستقبال الزوار والسائحين بعد أن كانت ساحة للمواجهات على مدار السنوات القليلة الماضية، والتي تركت آثارها على واجهات بعض المباني التي التهمتها النيران وجدرانا مطرزة بآثار الرصاص وبعض الأنقاض على طول الشارع. إن شاء الله ما بقى يرجع لحلب مشاكل، نحن واقفين هون ما بقى خلص، إن شاء الله ودلب بدها ترجع كمان لأنه. العديد من المحلات التجارية أعيد افتتاحها حول القلعة، وبدأ الباعة المتجولون يجوبون الشوارع بحثا عن رزقهم. والله أنا هون فتحت بليلة توفات بإذن الله، وصار حركة كتير هون. بالصيف ما نلحق نفرم بالصيف، وبالشتاء الحمد لله كويس شغلي لهلا كويس. محافظة حلب كانت قبل الحرب تشكل مركزا اقتصاديا هاما في سوريا، وهي أكبر المحافظات السورية من ناحية تعداد السكان، كما أنها تعد أكبر مدن بلاد الشام ومن أقدم المدن العالمية. نهرو جمهور، تلفزيون فلسطين. فيما يتعلق بحالة الطقس، توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تستمر درجات الحرارة اليوم ببقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما وباردا بوجه عام، وتكون الفرصة مهيئة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار تكون غزيرة أحيانا. أما في ساعات المساء تتركز الأمطار على المنطقة الوسطى، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى ناشطة السرعة. إلى العناوين. الرئاسة تدين موجة الاستيطان الجديدة وتؤكد أنها غير شرعية وإلى زوال. تواصل الاعتصام المفتوح في الخان الأحمر، والمواطنون في المحافظات الجنوبية يستعدون للمشاركة في المسيرات السلمية. الأسرى في سجون الاحتلال يعانون من الإهمال الطبي ونقص الأغطية في ظل البرد القارس. إلى اللقاء.